احتفالية الموسيقى وحقوق الإنسان بتنظيم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جمعية أطفالنا للصم ومؤسسة إدوارد سعيد الوطنية للموسيقى، وذلك للاحتفال في مدينة غزة باليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. رسالة هذا الحفل بعنوان الموسيقى وحقوق الإنسان الذي تنظمه الهيئة المستقلة وإدوارد سعيد وجمعية أطفالنا هي أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن جميع الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء، فلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو الإعاقة. وهذه الاحتفالية تركز على حقوق فئة ينبغي ألا تترك خلف الركب، وهي الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن القانون أكد على تمتعهم بحقوقهم كاملة أسوة بالآخرين. هذه الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الإنسان خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ضمن لهم القانون حق المشاركة الثقافية الميسرة بأشكالها المختلفة وفقا للمادة رقم 30، التي أوصت أيضا بأبسط حق لهم وهو نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة بين الناس لضمان سهولة فهمهم. هلأ الموسيقى هي شكل من أشكال الثقافة، كونها أحد أهم أو واحدة من أشكال الفنون الأدائية المعروفة، وبالتالي هي حق لكل إنسان بغض النظر، يعني كل إنسان له حق بأنه يتعلم موسيقى، أنه ينشر الموسيقى، أنه يهتم وأنه يمارس أشكال الثقافة المتعددة بحرية بدون ما يكون في أي ضغوطات أو مضايقات تمارس عليه. جيت اليوم عشان أعزف وأغني وكمان أفرج العالم إنه إحنا لازم نعيش زي باقي أطفال العالم، وكمان أفرجي إنه الموسيقى بتوصل الرسالة، والموسيقى شيء مهم في العالم. يعني الموسيقى هي تجسيد للذات الوطنية، وإن عجز الأطفال ذوي الإعاقة عن المطالبة بحقوقهم فالآلات الموسيقية هي وسيلة للتأكيد على هذه الحقوق، فهؤلاء الأطفال يحق لهم تعلم الموسيقى والمشاركة مع أقرانهم في العروض الفنية.